السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاص معكم محمد نور الدين. موعد مباراة نادي مانشستر سيتي اليوم أمام نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء 17/5/2023، مباراة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. مانشستر سيتي اليوم في مواجهة ريال مدريد الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق والأردن وفلسطين ولبنان وسوريا. المباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 9 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، والساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة كل المباراة قناة بين سبورتس اتش دي 1 بريميوم لا بريميوم وبي ان 4K والمعلق حفيظ الدراجي. ملعب المباراة ملعب استاد الاتحاد زي ما قلنا إياب نصف النهائي. انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب سانتياغو برنابيو الخاص بنادي ريال مدريد في اسبانيا. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك الفيديو وتوقع نتيجة المباراة في زر التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.